السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات الخاصة بالتقنية. فيديو اليوم غادي نعرفكم من خلاله على كيفية الحصول على كلمة المرور لأي موقع سبق تشتركتي به في جوجل، كفيسبوك، انستغرام أو أي موقع من المواقع اللي سجلتي سابقا الدخول إليها انطلاقا من جوجل. إذا الطريقة هي كالتالي إذا كنبحثو عن إعدادات، كنمشيو لإعدادات، بعد إعدادات كنمشيو عن جوجل، ثم نضغط على جيري فوتر كونت جوجل، ثم نبحث عن سيكوريتي الأمان، نضغط على سيكوريتي الأمان، ننزل إلى الأسفل جيستيونير دو باس. دابا مثال انا فوز افي 27 مو دو باس انريجستري دون فوتر كونت جوجل. كندخلوا لهاد الايقونه كنلقاو المواقع اللي دخلنا لهم، مثلا هذا هو الفيسبوك، مثلا نسيت كلمه مرور موقع الفيسبوك مو دو باس فيسبوك. بالنسبه لعندي هناك دو كونت، عندي جوج مواقع فيسبوك. فاش كندخلوا للفيسبوك كيطلب منا زر الأمان، كندخلوه أو كلمة الأمان أو أرقام الأمان، كل واحد واش ندير في الفيسبوك، لا الفيسبوك ديالو، ثم كيعطينا موقع دو كونت. بالنسبة للفيسبوك ديالي أنا كاين دو كونت، الكونت الأول ثم الكونت الثاني، لو مو دو باس إما نقوم بنسخه أو إلا بغينا نطلعو عليه كنبركو على العين باش كيبان يظهر ومو دو باس ديال الموقع الثاني. بغينا الموقع الثاني هو الذي نسينا كلمة المرور، كذلك نضغط على نسخ ونذهب إلى الفيسبوك وندخلو كوبي كولي، ولا بغينا نطلعو عليه انطلاقا من هنا كنبركو على العين ويظهر لنا كلمة المرور. بغينا موقع آخر، مثلا هذه هي الموقع اللي عندي مسجلة في جوجل كلها، بغيت نطلع على إذا نسيت كلمة مرور أدخل أي موقع، مثلا أدخل لهذا الموقع كذلك كيعطيني كلمة المرور كنقوم بنسخها، ثم أذهب إلى الموقع و كوبي كولي. وهكذا مثلا أنا انستغرام ما دخلتلهاش، إذا مسجلاش عندي هنايا. تويتر مثلا نسيت كلمة مرور تويتر، كذلك حسابين، الحساب الأول حساب الثاني دو كونت. الحساب الذي نسيت كلمة مروره أقوم بنسخ كلمة المرور وأذهب إلى الموقع أو إلى التطبيق وألصقها، يعني كوبي كولي. وإذا نسيت كلمة مرور الحساب الثاني أقوم كذلك بنسخها، وهكذا. إذا هذه هي طريقة الحصول على كلمة المرور في حالة نسيانها لأي موقع سبق لي أن دخلت إليه انطلاقا من جوجل كروم. الطريقة بسيطة وفعالة وسريعة. لا تنسوا الاشتراك ودعمنا باللايك للفيديو حتى يصل للجميع. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.